ننتقل لحضراتكم الآن وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, cher Président Sisi, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Paris à nouveau, avec beaucoup de plaisir, dans un contexte sanitaire et son lot de contraintes que nous connaissons. Cette visite témoigne d'abord de la relation exceptionnelle et amicale qui prévaut entre nos deux pays. Le président Sisi m'avait reçu au Caire en janvier 2019. Nous étions convenus de nous revoir à Paris. Nous nous sommes parlé depuis de nombreuses reprises, au-delà des réunions internationales que nous avons partagées, en particulier celle qui s'était tenue il y a plusieurs mois maintenant sur la question libyenne à Berlin. Nos échanges réguliers illustrent la qualité du partenariat stratégique qui lie nos deux pays. Et la longue séquence de travail que nous avons eue ce matin a permis aussi de l'approfondir. Nous poursuivrons tout à l'heure ces échanges. Et alors qu'une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent s'est abattue sur le monde, que certaines puissances tentent... هناك أزمة صحية اجتماعية اقتصادية ضربت كل العالم وبعض القوى تحاول زعزعة الاستقرارات الإقليمية. أود أن أقول بأن شراكتنا الاستراتيجية مع أصدقائنا المصريين اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، ضرورية لبلدينا، ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. إذن هنا أود أن أعرب عن إصراري، وأظن بأن فخامة الرئيس السيسي يشاطرها، إصرار لتعزيز هذه الشراكة لإيجاد حل للأزمات ومجابهة من يود زعزعة الاستقرار. أولا تحدثنا عن ليبيا للنهوض والوصول إلى حل سياسي مستدام، وهذا ما نعمل عليه منذ عدة سنوات معا على تحديد إطار الشراكة الاستراتيجية. أولا تطرقنا إلى موضوع الملف الليبي وذلك لتعزيز حل سياسي مستدام، وهذا ما نحاول بحثه منذ سنوات. لاحظنا التغيرات التي تسير في الطريق الصحيح، وأريد أن أشيد بعمل الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحوار السياسي الذي أحرز تقدما خلال الأشهر الماضية، ولكن تهدد ذلك مجددا من القوى الإقليمية التي قررت من جعل ليبيا مسرح تأثيرها عوضا من أن يكون مكان الاستقرار للشعب الليبي. ولكن نحن نعتزم إلى احترام وقف إطلاق النار، ونريد أن نطلق أيضا حوار السياسي للبت في موضوع النفط، ولكن تهدد كل ذلك. نعرف أن المرتزقة الروسيين والأتراك لا يزالون في الميدان، وعلينا إيجاد حل سياسي لتفادي الفوضى وتقسيم البلاد. بالتالي دور مصر حيوي مهم، وتكلمنا عن هذا الموضوع، ونحن نرغب في أن نمضي قدما بطريقة منسقة مع شركاء الأوروبيين ومع شركاء في المنطقة، وذلك للمضي قدما بالحوار السياسي، وذلك للسماح بموازين قوى جديدة وبنمو استقرار سياسي، ومن طرف آخر للتوصل إلى استقرار اقتصادي عبر استعادة الأعمال النفطية في البلاد. تطرقنا أيضا إلى قضية شرقي المتوسط. نحن نرفض قبول الوضع الحالي واختراق وانتهاك سيادة أي من الدول. نحن نريد التعاون مع كل الدول المتوسطة في شرقي المتوسط للحفاظ على السيادة الإقليمية
بالإضافة إلى التعاون الجيوسياسي وعلى صعيد الطاقة أيضا. فضلا عن ذلك بحثنا بمواضيع كثيرة مثل إيران ومنطقة الساحل بالإضافة إلى لبنان ضمن المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الذي شارك فيه الرئيس السيسي. وبينما هذه الدولة الصديقة لا تزال تعاني من عدم انتهاء المسار السياسي المنتظر، وفي هذا الموضوع لقد أشرنا إلى رغبتنا في الحصول على لبنان أكثر قوة وعلى حكومة أقوى لدعم الشعب اللبناني، وألا يكون هذا الشعب رهين لأي طبقة سياسية. وسنستمر بهذه التبادلات لاحقا عند التطرق إلى الزيارة في الشرق الأدنى بالإضافة إلى المقررات. فيما يتعلق بهذه القضايا تختلف بعض الأحيان وجهة النظر، ولكن نعمل معا لمكافحة الإرهاب الذي ضربنا جميعا خلال السنوات الماضية، وهذا كان في صلب العلاقات الثنائية. وعلينا أيضا تعزيز الشراكة ضمن هذه الأفة التي لا تعرف أي حدود. بالتالي فإن التعاون العسكري عسكري وتقني كان مثاليا وعلينا تعزيزهما. علاوة على ذلك تكلمنا عن الشراكة في مجال الدفاع، ونحن متعلقون بهذا الموضوع وسنحرص على تنفيذه. نعرف أن هذه الزيارة المهمة سيضاف إليها تطرق إلى المسائل الاقتصادية. نعرف أنه يوجد كثير من الشركات الفرنسية في مصر وهي تساهم في اقتصاد هذه الدولة. ونحن دورنا علينا تحسين هذه العلاقات لصالح دولتين، وسنوقع اتفاقيات مختلفة في هذا الصدد اليوم وغدا. أما فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، تكلمنا عن طرق لتعزيز الشراكة بين فرنسا ومصر من حيث الحماية والصحة، وذلك عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. ولكن أيضا تكلمنا عن طريقة تعزيز علاقاتنا من حيث التعليم والثقافة. تكلمنا بكل صراحة أيضا عن مسائل قضايا حقوق الإنسان، وكنت قد ذكرت ذلك علنا سابقا حين تكلمت أمام الصحفيين في يناير 2019 في القاهرة، حين قلت أنني أعرف أن مصر تواجه كثير من عمليات الإرهابية، وأعرف أن مصر أيضا تواجه كثير من الضغوط الاقتصادية الاجتماعية نظرا للاكتظاظ السكاني، ولكن نعرف أن إدماج كافة فئات المجتمع هي الطريقة الفتلة لمكافحة الإرهاب. ويجب أن يؤدي الرئيس دورا مهما للحفاظ على الاستقرار الثقافي والاجتماعي في مصر، وأنا لا أزال منفتحا على فكرة الحصول على ديمقراطية كاملة أو الانفتاح والاعتراف بمجتمع مدني ديناميكي وفعال، لأنني أعتقد أن هذه إفتاء أحد الطرق للتحدي والوقوف ضد أي عمليات إرهابية. تكلمنا أيضا عن عمل المنظمات غير الحكومية وعن بعض المؤسسات الفردية الأخرى. أريد أن أختتم عبر تقدمي بالشكر. فرنسا كانت ضحية لحملة من المقاطعة والكراهية يقودها الكراهية. أود أن أشكر إحدى دول العريقة العربية مصر لأنه تشرف بهذه الزيارة. شراكتنا ستساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وستسمح لنا بالعمل معا لنواجه لكل التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وبناء منطقة متوسطة ستكون بيئة للتبادلات والتنسيق والتعاون. وفي ضمن هذا السياق الذي نعيشه لن يكون أي مكان للخطابات الكراهية. بأعياد الميلاد، وإن شاء الله تبقى سنة علينا كلنا سنة سعيدة وطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق، كما أعرب عن تقديري لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيناها
منذ وصولنا إلى باريس، وهو مؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة، وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى أفاق أرحب، حيث شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، كما يجري التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليمياً ودولياً. ولقد اتسمت محادثات اليوم مع صديق الرئيس ماكرون بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث استعرضنا بصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا، التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حالياً، وأكدنا على ضرورة الدفع قدماً لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والنقل والصحة والبنية الأساسية. كما استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير لبلدينا. ولقد ناقشنا أيضاً فخامة الرئيس أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد تكاد تكون منعدمة، واسمح لفخامة الرئيس والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بها تكاد تكون منعدمة، واسمح لي فخامة الرئيس أخرج عن السياق وأقول في مصر نحن نتعامل مع هذا الموضوع، والمعدلات سواء كانت في الموجة الأولى أو الموجة الثانية هي معدلات معقولة جدا قياسا بالحالة اللي موجودة في العالم كله. وفي المقاصد السياحية أنا بطمن كل أصدقائنا الفرنسيين وكل اللي بيسمعونا إن حتى في المقاصد السياحية زي شرم الشيخ والغردقة بتعتبر منعدمة، مفيش ما عندناش مشكلة في كورونا فخامة الرئيس. تكاد تكون منعدمة كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارا من 4 أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرضت من جانب الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتي نجحت مصر باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم. على جانب آخر فلقد كانت المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة. وأنا فخامة الرئيس كنت سبق وقلت قبل كده في حديث قلت إن عدد المسلمين يتجاوز 1 مليار في العالم، لو 1% منهم فقط، 1 في 1000 حتى هو المتطرف، فإحنا هنواجه
عشرات الألوف أو مئات الألوف من المتطرفين، وده مش موجود. فمهم أوي إن إحنا نبقى يعني نتعامل بهدوء وبتوازن مع مشكلة زي مشكلة الإرهاب ديت، رغم إن إحنا أكتر من تأثر بها. مصر دفعت ثمنا باهظا لممارسات الإرهاب والتطرف، واستشهد من المصريين مش بس من القوات الأمنية، لا من كل طوائف الشعب، من كل حتى أشقائنا المسيحيين دفعوا ثمن في مواجهة هذا التطرف اللي بنعاني منه، واللي بقول إن مصر عانت منه أكتر من أي دولة في المنطقة على الأقل. وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية، وفي هذا السياق تناولنا أيضا جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعا. لقد شملت محادثتنا حوارا معمقا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للموازنة بين الحفظ الأمن والسلام والاستقرار الداخلي من جهة، وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز، عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية، خاصة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، فضلا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني. من ناحية أخرى، حظت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة، في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة، واتفقنا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة. وفي السياق المتصل، أكدنا ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على أهمية تهيئ المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس. وشددنا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية. وأكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوى الأجنبية من ليبيا، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5. كما تم تناول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والمساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ختاما فإنني أعرب مجددا عن امتناني لدعوتكم الكريمة وتقديري لمناقشتنا البناءة التي أكدت حرصنا المتبادل على مزيد من تطوير التعاون المثمر بين بلدينا تحقيقا لمصالحنا المتبادلة. وأتطلع فخامة الرئيس إلى استقبالكم في مصر في القاهرة خلال العام القادم كضيف كريم على مصر، عشان يعني نحاول نرد شكل قيم من
من الكرم وحسن الاستقبال الذي حظينا به في ضيافتكم فخامة الرئيس. شكرا فخامة الرئيس، شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Question de Bertrand Galichet, Radio France. Bonjour. Monsieur le Président Macron, en janvier 2019, a constaté un désaccord sur la question des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis ? Les organisations non gouvernementales demandent des mesures fortes. Allez-vous, par exemple, conditionner les ventes d'armes françaises, plus généralement de matériel français, à des garanties sur les droits de l'homme, comme l'a fait la future administration Biden, comme l'a annoncé la future administration Biden, pour le soutien financier à l'Égypte. Et puis j'ai une question également pour le président Al-Sisi. كإدارة بايدن القادمة لوضع مشروطية للدعم المالي لمصر، وأود أن أطرح سؤال على سيادة الرئيس السيسي. قلتم سيادة الرئيس أنه ليس هناك من سجناء سياسيين في مصر، كيف تفسرون أن كل منظمات حقوق الإنسان توثق ذلك وتندد بقمع مستمر؟ وتكلمتم عن استراتيجية من أجل حقوق الإنسان، هل يمكن أن تحقق؟ Très directe. Nous avons sur ce sujet des désaccords et on en parle de manière extrêmement franche avec le président Sisi, comme on en avait parlé en effet en janvier 2019. Je cherche toujours d'abord sur les principes à convaincre qu'une société civile où chacun est représenté dans les désaccords qui peuvent exister, plus protectrice de tout risque de terrorisme. حتى مع وجود خلافات في الرأي، ولكن أو تحمي أكثر من خطر الإرهاب، حتى لو أن بلدينا عليهما أن يتعايشا مع مشكلة الإرهاب، ولكن المجتمع المفتوح يبقى حاميا أكثر من القمع السياسي. لقد تبادلنا بشأن قائمة أسماء، وسوف نستمر في إيجاد أفضل وسيلة لإطلاق سراح ومتابعة بعض الحالات بعناية ورفق. وأنا ذكرت مثلا حالة رامي شعث، وحييت إطلاق سراح ثلاث أفراد من منظمات غير حكومية قبل هذه الزيارة، وهذه علامة انفتاح، وأنا أرى أن هذا العمل يؤتي ثماره. لن نضع شروط في تعاوننا في مجال الدفاع والاقتصاد، لم أرفقها شروط بسبب هذه المواضيع. أولا، علينا أن نحترم سيادة كل بلد ومصالحنا الفردية والمشتركة. وثانيا، أعتقد أن سياسة الحوار أكثر فعالية من سياسة المقاطعة، لأن هذا يؤذي قدرتنا على مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي. أعتقد أن مثل هذه المشروطية لن تسمح بالتقدم في هذه المواضيع، بل ستقطع النقاش، وهذا سوف يضعف أحد شركائنا في حربنا على الإرهاب ومن أجل الاستقرار في المنطقة، وبالتالي هذا سوف يكون غير فعال في موضوع حقوق الإنسان وذو أثر عكسي في الحرب على الحرب على الحرب على الحرب على الحرب. أنا مش هكرر اللي قلته قبل كده، لكن عايز أقول، هل تعلمون إن إحنا لدينا أكثر من 55,000 منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي جزء مهم وأصيل جدا في العمل الأهلي اللي إحنا بنسعى لأنه يكون شريك للحكومة في مع المجتمع المدني. 55,000 جمعية مرخص لها بالعمل في مصر. ثم احنا بنتكلم كمان على ان احنا يعني يا ترى كم منهم اشتكى على ان هو لا يتاح له الفرصة للعمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع. نحن دولة بها 100 مليون إنسان، وتزيد بمعدل 2.5 مليون فرد في السنة. وعايز أقول يعني اهتمامكم بهذا الأمر أمر يعني وكأننا يعني نقدم وكأننا لا نحترم الناس، أو إن إحنا ما بنحبش مجتمعاتنا، أو إن إحنا ناس قادة يعني عنيفين
شرسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق أن أنتوا تتكلموا فيه، لا يليق أن أنتوا تقدمونا به، لا يليق أن أنتوا تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أن هي نظام مستبد. هذا الأمر يعني ولا من سنين طويلة فاتت على أن الدولة المصرية والشعب المصري اللي فيه أكتر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله، ده أمر انتهى مش موجود. أنا مش عايز أقول كلام يعني يؤخذ على أنه هو كلام حماسي فقط، ولكن أنا مطالب بحماية الدولة من تنظيم متطرف بقاله أكتر من 90 سنة موجود في مصر، واستطاع أن هو خلال هذه المدة أنه يعمل مش قواعد بقى في مصر، ده قواعد في العالم كله، في العالم كله. وإذا كنتوا بتتكلموا على أن أنتوا بتعانوا هنا في فرنسا أحيانا من التطرف، فده جزء من الأفكار اللي تم نقلها لبعض التابعين لهم هنا في فرنسا وفي أوروبا. يمكن أنا مطالب أن نحمل 100 مليون، مطالب أن نحمل 100 مليون من المصير. زي كنت أتمنى من اللي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا إيه، وأخبار العراق إيه، وأخبار سوريا إيه، وأخبار اليمن إيه، وأخبار لبنان إيه، وأخبار أفغانستان إيه، وأخبار باكستان إيه. أنا ما عندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها، نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب. شكرا. Une question de Mona MTV TV. Bonjour. Monsieur le Président, vous avez abordé les questions en Méditerranée ainsi que le Liban. Qu'allez-vous entreprendre comme démarche pour apaiser les tensions et pour préserver la souveraineté dans la région ? Et ici en arabe. سيادة الرئيس، موضوع لبنان كان بأولوية أولوية 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 أولوية. أمام الوضع الحالي والانهيار الحاصل، ما الذي يمكن أن تفعلوه خصوصا أنه الشعب اللبناني أمام الوضع الحالي والانهيار الحاصل، ما الذي يمكن أن تفعلوه خصوصا أنه الشعب اللبناني يشعر اليوم أنه العالم العربي تخلى عنه؟ فهل هناك من تحرك تقود مصر أو تقوم به لتقريب وجهات النظر أو يعني لإيجاد مخرج معين؟ شكرا. ردا على السؤال الأول، سوف نستمر في مبادرتنا الثنائية كما قلت، الاستقرار في المتوسط في ليبيا، إيجاد حل سياسي لليبيا، وهذا يدفعنا أيضا إلى العمل على إيجاد إطار سلمي للتعاون في شرق المتوسط. ولهذا السبب تدخلت فرنسا الصيف الماضي لتفادي أي هيمنة في هذه المنطقة، ويسعدني أننا تمكنا من حشد قوى الأوروبيين ترجمة في استنتاجات المجلس الأوروبي في أكتوبر الماضي لممارسة ضغط مشترك على الأعمال الأحادية التي لاحظناها وخاصة من جانب تركيا. وأخيرا سوف ننظم عملنا هذا في مواصلة مبادرتنا اللبنانية على صعيد المساعدة والدعم الإنساني والأممي كما فعلنا الأسبوع الماضي، وكذلك ضغط سياسي ودي. كل هذا طبعا يتوقف على قدرتنا الجماعية في بلورة سياسة متوسطية قائمة على التعاون في مجال الطاقة، في مجال التحرك، رفض أي شكل من أشكال الهيمنة والاستقرار السياسي. وهذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي ستسمح لنا بالمساعدة على تنمية الاقتصادية المتناسقة للمنطقة وحل مشكلة الهجرة والتوترات التي ترافقها. احنا لا يمكن ابدا ابدا نتخلى عن اشقائنا في لبنان او في اي دوله عربيه، دي سياسه ثابته لمصر، واحنا دائما على تواصل مع كل اشقائنا في الدول العربيه وخاصه لبنان
وبنشجع على ان احنا ان يتم تشكيل حكومه في اسرع وقت ممكن حتى تتولى مقاليد الامر في لبنان وتاخذ لبنان خارج الازمه اللي بتعاني منها بقى لها فتره طويله. هذا الامر كان محل نقاش طويل قوي مع فخامه الرئيس ماكرون موضوع لبنان بالذات، واتفقنا على ان احنا نكثف جهودنا احنا مع اصدقائنا مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم وفي المنطقه عندنا للتوصل الى يعني الى حلول للازمه في لبنان. يؤلمني قوي انك تقول ان احنا كعرب تخلينا عن لبنان، نحن لم نتخلى عن لبنان ولكن قد تكون الامور مضطربه في منطقتنا شويه، ويمكن ده اللي انا كنت حبيت اقوله في لما جاوبت على السؤال بقول ما يعني ما تخلوش كل موضوع منفصل عن السياق العام لما يحدث في منطقتنا. لكن لبنان لا، لبنان وكل دولة عربية وليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال والساحل والصحراء تعود لاستقرار، دي استراتيجية مصرية ثابتة، استعادة الاستقرار والأمن والسلام دي ثوابت السياسة المصرية. احنا لم نتخلى، واحنا تحدثنا مع فخامة الرئيس على ان احنا مزيد من تكثيف الجهود. واسمحي لي ان انا اقول واحنا بنتكلم هنا، اذا كان فخامة الرئيس يسمح لي ان انا اوجه نداء من هنا من فرنسا من باريس باسمي وباسم الرئيس ماكرون الى كل القوى السياسية في لبنان، الى كل اللبنانيين المهتمين بشأنهم، من فضلكم من فضلكم اعطوا الفرصة لحكومة تؤتي او تأتي كي تحل ما تعاني منه لبنان، ونحن معكم، نحن مع الاستقرار والسلام والنجاح في لبنان. شكرا. Merci, on vous remercie. La conférence est finie. Merci. Je suis désolé. Alors, je vois, on me dit qu'il n'y a pas de question. Il est quelle heure? Parce que moi, j'ai simplement un rendez-vous avec la chancelière. Ça a commencé. Une minute alors. Question. Il est quelle heure? Parce que moi, j'ai simplement un rendez-vous avec la chancelière. Ça a commencé. Une minute alors. دقيقة. يوم السابع في مصر. فخامة الرئيس يعني إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، أعتقد أن حقوق الإنسان أيضا في مرتبة أعلى وهي المقدسات. لم نسمع من فرنسا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الإعلام الفرنسي أن هناك اعتذارا لما يعني تم في نفوس يعني مليارات المسلمين بشأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الرسوم المسيئة. ولا أعتقد يعني أن هناك يعني فجوة ما بين حقوق الإنسان فيما يعرف في الإعلام الفرنسي وبين أيضا المقدسات، هذه أيضا حسان. ونحن يعني هذا قام عظيمة بالنسبة لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع أي اعتذار رسمي ولا على مستوى الإعلام من فرنسا. هذا سؤال. السؤال الثاني، كيف تنظر فرنسا إلى ما يحدث من تركيا من إساءات ومن أوضاع في البحر المتوسط وما يعرف بتحرشات بعدد من الدول الإقليمية؟ Alors sur la Turquie j'ai répondu. تركيا جاوبت. نحن نتحلى بإرادة مشتركة في العمل من أجل الاستقرار في المنطقة، ولا نترك أي عمل أحادي غير ودي، وأن نضمن استقرار هذه المنطقة. السؤال الثاني المتعلق بحقوق الإنسان جاوبت زميلك الفرنسي حول ما يمكن أن نفعل في هذا المجال. أي هناك حوار، أعرف أن هناك خلافات في الرأي وأقر بذلك. أعرف أن البعض يريد أن نضع شروطا لمواكبة سياساتنا، ولكني أنا أؤمن بالحوار الصريح في هذا الموضوع كما في مواضيع أخرى. ولأن هناك شراكة استراتيجية بين فرنسا ومصر، هذا الحوار سوف يستمر وسنستمر في العمل لتحسين هذا الوضع. وضع عدد من الأفراد والعاملين في منظمات غير حكومية من صحفيين وغيرهم. السؤال الذي طرحته أيضا هو مسألة
ليس حقوق الإنسان ولكن كيف يرى دين بعض الأمور. أنا أود أن تفهموا ما الذي حصل حقا وعن ماذا نتكلم. في فرنسا هناك حرية الصحافة، أي أن صحفي ومصور في فرنسا يرسم ويكتب ما يريد، ليس الرئيس وليس هناك أي هيئة تقول له ماذا يجب أن يرسم أو يكتب. هذا هو الحال منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية، وهذا جزء من حقوق الإنسان. وبالتالي السؤال ليس أن نعرف إذا كانت هذه رسالة من فرنسا، عندما يكون هناك رسم كاريكاتور وكان هناك كلام كثير عن هذا الموضوع، الكاريكاتور ليس رسالة من فرنسا تجاه المسلمين أو الإسلام، ولكن هذا تعبير عن شخص يستفز ويكفر. ولكن هذا هو القانون في فرنسا، هذا هو القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي لنفسه ولا يمكن أن أغيره، هذا هو قانون الشعب الفرنسي ذو السيادة. هذه الرسوم أو هذه المقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية، ولا تعتبروا أن هذا استفزاز من رئيس الجمهورية الفرنسية. ما ترونه من مقال أو صورة هو استفزاز من صحفي أو مصور، وهناك ناس يردون عليه بنفس الطريقة في فرنسا. بعض الرسوم أو النصوص قد تصدم، وأنا آسف لذلك، ولكن هناك ناس يردون عليه، ولكنهم يردون بسلام على بعضهم البعض. لكن عندما يكون هناك شيء يصدم ويعطى يشرع العنف ضد هذا، عندئذ نختلف في الرأي. وإن مرفوض تماما تشريع أو إعطاء طابع شرعي أو السماح بالعنف بحق كلمة أو رسم. وأحيانا يجب أن نفسر من يتكلم وما الفائدة من كل ذلك. هذا احنا في مصر كان موقفنا واضح في طبعا الوقوف بمنتهى الحزم والشدة وإدانة أي عمل إرهابي على أي أرضية، أي أرضية نختلف عليها لا يمكن أن تكون مبرر أبدا لعمل إرهابي ضد مواطن أو دولة. ده أمر إحنا أدناه عن طريق الخارجية المصرية وعن طريق الأزهر الشريف كمؤسسة دينية بتتسم بالاعتدال وتقدم الدين الإسلامي كدين وسطي جيد. اللي أنا عايز أقوله في النقطة دي، وأرجو أن إحنا أصدقائنا في فرنسا وفي العالم كله ينتبه لها، وأرجو يعني أنا مش هاخد المقاربة بتاعت زميلنا اللي سأل وقال ان احنا يعني ده حق من حق الانسان. عايز اقول هو من حق الانسان انه هو يبقى يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن اتصور ان احنا محتاجين نتوقف ونتامل، وارجو ان الرساله دي تصل لكل اصدقائنا في العالم كله مش بس في فرنسا، حتى في منطقتنا. ان مهم قوي ان احنا واحنا بنعبر عن راينا ان احنا ما نقولش من اجل القيم الانسانيه تنتهك قيم دينيه. المرتبه بتاعت القيم الدينيه اعلى كتير من القيم الانسانيه، لان القيم الانسانيه هي قيم احنا اللي عملناها ونستطيع ان احنا نطورها او نعمل لها ترشيد في استخدامها. انما القيم الدينيه دي قيم، اذا كنا بنعترف ان الاديان دي نزلت من قبل الخالق العظيم سبحانه وتعالى ربنا، فهي تسمو ومقدسة فوق كل المعاني وكل القيم. وبالتالي أتصور أن التساوي بين قيم إنسانية ونحن نحترمها ونقبلها وبين قيم دينية يبقى في أمر محتاج مننا زي ما أقول منتهى الهدوء منتهى التوازن من غير ما ننفعل خالص. من فضلكم يعني يتصور يعني إذا كان أنك تقول تعبر عن رأيك يكون سبب في جرح مشاعر مئات الملايين، وترى أن هذا الأمر لا يمكن يعني حتى توجيه مراجعة لي. احنا بنتكلمش على كل الحرية، بنتكلمش على كل التعبير، بنتكلم عن النقطة دي بس. أرفض ما تؤمنش ما فيش مشكلة، ده حق، لكن أنك تجرح ملايين الناس في مشاعرهم الإيمانية أمر ما تصور
بالقيم الرفيعة اللي موجودة في فرنسا وموجودة في العالم المتقدم، اللي يرفض المساس بحقوق ومشاعر الآخرين، إن هو يجرح مئات الملايين ويهنهم في دينهم. أتصور إن ده موضوع محتاج بالراحة وبهدوء إن إحنا نفكر فيه ونراجعه يعني. شكرا. Mais voyez, c'est sans doute là où il y a un risque de balbutiement de notre histoire. Balbutiement de notre histoire. C'est que nous nous considérons que... أعتقد أن التاريخ هنا يمكن أن يتأتئ لو صح القول. نحن نعتبر أن قيمة الإنسان فوق كل شيء. هذه فلسفة التنوير، وهذا ما يجعل من حقوق الإنسان عالميا، وهي في ميثاق الأمم المتحدة. لا شيء فوق الإنسان واحترام كرامة البشر. وهناك احترام الذي نكنه لبعضنا البعض، ولكن في السياسة لا يدخل الدين، وأيا كان الدين، لأن الذين يسخرون من الإسلام، وهذا يصدمكم، هم يسخرون من الكاثوليكية ومن اليهودية، نفسهم يسخرون من كل الديانات. لا يحق لأي دين، لأن هناك من سخر منه، أن يعلن عن الحرب، لأن الناس يحترمون بعضهم البعض، وبالتالي يمكن أن يتناقشوا بحرية. ولهذا لا يمكن أن أوازي بين الصدمة التي يشعر بها الشخص والعنف من طرف شخص آخر، لأن مساهمة عصر التنوير والثورة والطابع العالمي لهذه القيم هي أن الإنسان الحر والعاقل هو فوق كل شيء، وهذا الإنسان العاقل يقرر أن يؤمن أو لا ويختار دينه. ولا جدل في الدين ولا نقاش في الدين، واحترام الشعوب لبعضها البعض يحتاج إلى ذكاء. لكن في بلدنا إذا اعتبرنا أن الأشياء الدينية هي فوق الأشياء البشر أو السياسة، فإذن لا نعود نحكم بلدنا على أسس ديمقراطية، ولكن نتحول إلى نظام دينيا، وهذا ما لم نختره. لقد حصل ذلك في التاريخ، ولكن لا أعتقد أن هذه كانت أفضل شيء. النقاش الذي دائر الآن في هذه اللحظة هو مشوق جدا ومهم جدا، لأن الأسئلة المطروحة هي: ما هي العلاقات بين البشر، وما الذي ينظم الشأن السياسي على الصعيد الدولي، وليس الدين في هذه الحالة. وشكرا.